وعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بافتقية مؤتمرا صحفيا في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو يوم الخميس، ذكر فيه أن الحالات المؤكدة المصابة بكوفيد 19 ارتفعت بشكل حاد في بعض الدول الإفريقية، ولا تزال فجوة اللقاح ضخمة. لذا يواجه وضع مكافحة الوباء في القارة الإفريقية تحديا كبيرا. وقال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتور مويتي إنه منذ الموجة الثالثة من تفشي الوباء في 3 مايو ارتفع عدد الحالات المؤكدة الجديدة في القارة الإفريقية لخمسة أسابيع متتالية، وفي الوقت نفسه تمثل إفريقيا أقل من 1.5% من نحو 2.7 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي تم تطعيمها على مستوى العالم.